أول ظهور كان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سنة 2016. هذه المجموعة الهدف ديالها هو فعل الخير، الشعار ديالها نحن للخير عنوان. عندك كتقوم بمجموعة ديال الأنشطة، هذه الأنشطة كاملة داخلة في فعل الخير. الآن كنتواجدوا في شهر رمضان المبارك، كنقوموا بنشاط هو مائدة الرحمن. كيف ما كتلاحظوا معنا إخوانا كنظن قربوكم كل صغيرة وكبيرة باش كنقوموا بهذا النشاط. نوجه تحية لجميع الساهرين على هذا النشاط. احنا بحال مجموعة ديال الشباب كنخرجوا للتيران، كنخرجوا نقلبوا على الدعم، كنشروا مواقع التواصل الاجتماعي، كنبارطاجيو النشاط ديالنا. خاصنا دعم كنقلبوا عليه، خاصنا مثلا في شهر رمضان خاصنا التمر، كنمشيو عند موالين التمر كنقدموا، كنقدموا لهم الانشطه اللي كنديروا، والحمد لله الله ما كيخيبش الحمد لله. مجموعة العائلة الكبيرة صات ارتأت مجموعة من أطر شابة مثقفة أن تنظم مائدة إفطار. مائدة إفطار عبارة عن فطور في سبيل الله، استفيد منه تقريبا حوالي 90 شخص يوميا. الفئة المستهدفة هم طلبة، هم عابري السبيل، هم أفارقة مسلمين سوريين. وبهذه المناسبة نتقدم الشكر الجزيل إلى الحاج مصطفى صاحب هذا المقهى اللي وفر لنا الفضاء. بالإضافة نتقدم بالشكر الجزيل إلى ممول الحفلات السيد عبد الكبير الغوزي اللي وفر لنا جميع الوسائل اللوجستيكية. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم معنا من قريب أو من بعيد، شخصيات، محاميين، محسنين، أصدقاء. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء المجموعة وبالشخص جنود خفاء الذين ما ثبت يوم أنهم بخلوا على هذه المجموعة بتقديم يد المساعدة، وشكرا.